بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله معنا مجددا في برنامجكم احاديث وعبر والذي نتناول فيه القصص النبويه الشريفه والوقائع نستخلص منها العبره الحكمه نتلمس ما قاله العلماء في هذه الحوادث والقصص اليوم ان شاء الله ايضا راح يكون موضوعنا موضوع ايضا ايماني ونحن نريد يعني ان ننوع ما بين الاجتماع والايمان والاخلاق والسلوك حتى تكون ان شاء الله الجرعه الثقافيه وال يعني المعلوماتيه تكون متكامله باذن الله. اليوم راح عن موضوع بصراحه يعني احترت ما هو العنوان الذي اضعه لهذه الحلقه؟ فاستخبت الله سبحانه وتعالى ووقفت على هذا العنوان وهو الهموم لدى المسلم فسميت الهموم ولا يطلع واحد يقول والله يعني انت جايب لنا الهم والغم لا احنا نريد بالهموم شيء اخر راح نتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل وكيف يجب ان تكون نظره المسلم للهموم. القصه باختصار يرويها ابن حبان وهي حديث صحيح غريب بعض الشيء ولكنه حديث صحيح تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء رجل أعرابي وذكرت وذكر غيري أن الأعراب كونهم ساكنين في البادية قد تكون طباعهم شوي يعني صلبة ليس كأصحاب المدينة فيدخلون يعني في المطلوب مباشره وفي بعض الاحيان يطلبون فيما يعتقدون انه يعني محقق لمصلحه انيه وهذا ليس عيب هذا خلق وطبع هم نشأوا عليه. دخل على النبي صلى الله عليه واله وسلم اعرابي فاكرمه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد ان يفعل شيء فعله وإذا أراد أن لا يفعل شيء سكت فجاء الأعرابي فقال له قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك فقال شوفوا الآن لما قال سل حاجتك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ماذا قالوا قالوا يعني يا سعداه من حظه الرسول قال له اسأل فالصحابه يقولون اكيد راح يسال الجنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتبي قول فتتوقعون ماذا قال هذا الاعرابي قال ناقه نركبها ف يعني تحطم الصحابه كانوا يظنون يبي يطلب شيء كبير الجنه لنا قال له سل شنو تبي فقال ناقه نركبها وفي روايه اخرى في رواية أخرى يقول فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فسأل مرة أخرى فسكت فسأل مرة أخرى فسكت كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاجب السؤال فلما أصاب في الثالثة قال نعم وماذا تريد أيضا تتوقعون ماذا طلب قال وأعنز يحلبها أهلي نبي ناقة نركبها وعنز نحلبها حق الأهل فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: سل ما شئت يا اعرابي. ها؟ ثم قال له اعجزتم بعد ما شاف هذه الطلبات الدنيويه قال اعجزتم ان تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل؟ ما هي قصه عجوز بني اسرائيل؟ قال هذه عجوز بني اسرائيل لما موسى عليه السلام سار من مصر وخرجوا إلى سيناء ظلوا في الطريق وكان معهم ناس من أهل العلم فقالوا مرّينا في مكان فيه قبر موسى عفواً قبر يوسف عليه السلام في هذه المنطقة فوالله لا نبرح حتى نجد قبر يوسف وكان معهم موسى عليه السلام فقالوا من يدل من يدلنا على قبر يوسف فقالوا في وحدة امرأة عجوز من بني إسرائيل تدل وتعرف مكان قبر يوسف فراحوا لي هذه المرأة فقال لها موسى عليه السلام دلينا على قبر يوسف فانتبهوا الآن ليش النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا المثال فقال إني أسألك قبل ما أدلك على قبر يوسف أني أسألك أن أكون معك في الجنة في الدرجة التي تكون أنت فيها قال سل الجنة فقط وفي رواية فمنعها فقالت لا والله لا أدلك على قبر يوسف ولا أرضى إلا أن أكون معك في الجنة شوفوا الآن همها شنو همتها فجعل موسى يرادها يقول لها فحتى أوحى الله عز وجل إليه أن أعطيها ذلك فإنه لا ينقصك شيئا فأعطاها ودلته على القبر فأخرجوا العظام وجازوا البحر هذه الرواية رواها الطبراني في الأوسط والأولى رواها ابن حبان فأعطاها ما سأل والشاهد من القصة كيف كان هم ذلك الأعرابي وكيف كان هم عجوز بني إسرائيل توقف ان شاء الله فاصل قصير ثم نستكمل الكلام حول الهم لدى المسلم بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا نتكلم عن الهموم لدى المسلم الهموم لدى المسلم الهم هو الضيق اللي يحوش الإنسان بسبب شيء مستقبلي غير الحزن الحزن على الشيء اللي مضى أنت تحزن أن صارت لك مصيبة تحزن أن ما توفقت في وظيفتك لكن الهم الشيء المستقبلي المفهوم الصحيح الذي يجب أن يكون للهم عند المسلم هو الهم اللي وصل للجنة ويبعده من النار هم الآخرة وهم وليس هم الدنيا ولذلك الهموم عندنا همين هم, هم الآخرة وهم الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح يقول من كانت الآخرة همة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن اللي يكون هم الآخرة أن اللي يبي ينتظر في المستقبل الآخرة قال جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه اللي الآخرة هذه صفاته ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما قدر له. اللي يكون همه الاخره الله عز وجل اللي جمع عليه شمله تشوفه مرتاح تشوفه طيب النفس تشوفه مطمئن تشوفه آه سعيد لان الله سبحانه وتعالى جمع عليه شمله. وكذلك جعل غناه في قلبه قنوع ما يأتيه من الدنيا يكفيه ويرضى به لا يجزع إذا راحت عن الدنيا لأن غناه في القلب الله سبحانه وتعالى عزز الغنى بقناعة سبحانه وتعالى والأمر الآخر أن الدنيا تجيل وهي راغمة هو ملتفت للآخرة ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا تحت قدميه يأتيه من الدنيا الله سبحانه وتعالى يرغمها على أنه تأتي ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ثم يبين الله سبحانه وتعالى حقيقة أنه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا فالله سبحانه وتعالى يبين ان هذه الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب ولكن الفرق اللي هو كيف تجعل انت يا مسلم ايهما يفضل عندك انت ايها المسلم هم الدنيا ولا هم الاخرة أي هم يكون أنت عندك شغلك الشاغل فإذا كان همك الآخرة جمع الله شملك جعل غناك في قلبك أتتك الدنيا وهي راغمة وإذا كان همك الآخرة فرق عليك شملك تشوفك تشوفه مشتت مهما يشتغل في هذه حياة الدنيا تشوفه قاعد يتعب وكذلك الفقر دائما في عيني حتى لو عنده فلوس تشوفه يطلب تشوفه يسأل وكذلك سبحان الله الدنيا ما تجيلة وإن جاءته فتعلق بها تعلق الشخص الذي يريد أن يغوص يغوص في هذه الحياة الدنيا ولذلك افترق عندنا أصحاب الهموم هم الآخرة وهم الدنيا فمن تريد أن تكون من أي صاحب هم تريد لا شك أن الكل يريد أن يكون من أصحاب هموم الآخرة في نقطة مهمة جدا أريد أن أركز عليها وهي همك للآخرة لا يعني تبتلك النهائي وانقطاعك عن الدنيا. همك للآخرة لا يعني أنك أنت تهمل نفسك. همك للآخرة لا يعني تضييع حقوق من تعول، أهلك، أولادك، زوجك، زوجتك إلى آخره. همك للآخرة لا يعني تقاعسك عن عمل الدنيا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسَ نصيبك من الدنيا، ولكن الفرق الفرق بين من يكون هم الآخرة لا ينشغل في الدنيا عن الآخرة، ولكن يجعل الدنيا طريق مسخر إلى الآخرة، فيستغل الدنيا بما يصل للآخرة، فالشخص اللي عنده فلوس يتصدق لكي يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة. الشخص اللي الله سبحانه وتعالى أغناه بالأموال يعطي كل ذي حق حقه بالزكاة ويعطي النفقة الواجبة عليه فتكون زكاته سبيباً سبيلا لمرضاة الله سبحانه وتعالى فالشاهد من ذلك أن تجعل الدنيا مسخرة لخدمة الآخرة فحينئذ يكون همك لله سبحانه وتعالى هو الغالب هو الطاقي هو الطاغي على كل تصرفاتك وعلى كل افعالك المتجهه الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان لهم الاخره فوائد تعود على الانسان في نفسه وفي شخصيته وفي حياته وفي مسيره الى الله سبحانه وتعالى. اولى هذه الفوائد، اولا <applause> ان الله سبحانه وتعالى يكافئ صاحب الهم الآخرة هم الآخرة اللي يكون هم الآخرة يكافئه بأن الله سبحانه وتعالى يحقق له مقصوده ويعطيه ما يريده سبحانه وتعالى ولذلك لأنه تجرد همه لله سبحانه وتعالى فأعطاه الله بمقصوده وكما يقول إن إحنا في العامية الله أعطى على قد نيته بل الله سبحانه وتعالى يعطيك على أكثر من نيتك لأن أنت نيتك الآخرة وهمك الآخرة فأعطاك الله سبحانه وتعالى فوق ما تتوقع ولذلك كمعيار عند الله سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك على همك بأكبر من همك إذا كان همك للآخرة توقف إن شاء الله فاصل قصير ثم نستكمل باقي أحكام هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مرة أخرى نتكلم عن الهموم لدى المسلم ذكرنا أن الهم إما أن يكون هم الدنيا وإما أن يكون هم الآخرة إذا كان همك الآخرة لك فوائد عند الله سبحانه وتعالى منها أن الإنسان ما يحزن على ما ضاع منه في الدنيا في بعض الناس إذا خسر في التجارة ينجن تحوش أزمة قلبية ينشل يطيح ليش؟ هذا الشخص همه متعلق في الدنيا مو متعلق في الاخره لو كان همه متعلق في الاخره ما حصل هذا كله لان الدنيا في قلبه ولا في ايده؟ الشخص اللي متعلق بالاخره الدنيا في ايده اذا راحت راحت لكن الشخص اللي متعلق في الدنيا وهم الدنيا لما تروح الدنيا خلاص قلبه راح معاها ولذلك نحن نقول إذا تغلغل حب الآخرة في نفس الإنسان هان عليه ما يذهب منه من هم من هم الدنيا إذا تغلغل هم الآخرة هان عليك ما ذهب منك من هم الدنيا كذلك من يعيش للآخرة لا يرضى بالدون من يعيش بالآخرة لا يرضى بالمرتبة الدنيا لأنه تعلق بالآخرة فإذا عمل كان متقنا لعمله لان هم الاخره واذا ما تكلم كان متمكنا من كلامه يوزنه يحسب لا حساب لا يقول الكلمه السيئه لا يقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى لان هم الاخره وليس الهم هو هم الدنيا قبل ان يعني يدركنا الوقت اريد ان اتكلم عن بعض الامور التي تعين الانسان على ان يكون صاحب هم صاحب هم للاخره. اولا يجب على الانسان ان يستشعر ان هذه الدنيا دار ممر وليس دار مقر. اذا ما ترسخ في ذهنك انت ايها الانسان ان هذه الدنيا ممر والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: مالي وللدنيا وللدنيا ومالي، ما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم سار وتركها يعني هذه الدنيا كلها مثل واحد قاعد يمشي يسير في أرض احتر عليه الجو وقف تحت ظل الشجرة وبعدين قاعد شوية وتركها فاللي يعتقد أن الدنيا هي دار ممر وهي زائلة حينئذ تكون همة للآخرة ولا يكون همة للدنيا من الامور ايضا التي تعينك على انك انت تخلي همك للاخره وليس همك للدنيا بالشكل المبالغ فيه انك تستشعر ان الله سبحانه وتعالى يجازي الانسان على عمله باحسن جزاء فلماذا لا تعمل للاخره؟ فيكون عملك للاخره محصل لك لعمل الدنيا محصل لك لعمل الدنيا ولذلك كما جاء في الحديث الذي ذكرناه اللي يكون هم الآخرة الله سبحانه وتعالى يجمع شملة والله سبحانه وتعالى يجعل الغناء في قلبه والله سبحانه وتعالى يجعل الدنيا جايتة جايتة ولذلك عندما يعتقد الإنسان أن عملك للآخرة وعملك الخير الموصل للآخرة يسخر لك الدنيا وهم الدنيا كذلك نتكلم عن صفات من يحمل هم الآخرة تجد هذا الشخص دائما ما يصلح نفسه ما يزكي نفسه بخلاف الشخص الذي يسعى إلى الدنيا يطور نفسه فقط في الدنيا ولا يراعي امور الاخره. كذلك تجد من صفاته انه يحاسب نفسه محاسبه دائمه لان هم الاخره ماذا اكلت باكلتي الحلال؟ لماذا شربت الشربه الحرام؟ لماذا فعلت؟ فيحاسب نفسه كذلك. من الامور كذلك التي يتصف بها صاحب الهم الاخره انه يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره. ماذا يحصل لك بعد ذلك؟ ماذا يحصل بعد ذلك؟ يحصل لك الهدايه من الله سبحانه وتعالى. فاذا ما حصلت الهدايه من الله سبحانه وتعالى وفقت لكل لكل خير. نتكلم ايضا عن من يحمل هم الدنيا. من يحمل هم الدنيا والعياذ بالله في هم دائم. ليش؟ لانه مغتر يعتمد على الدنيا ولم يعتمد على الله سبحانه وتعالى توكل على الدنيا ولم يتوكل على الله سبحانه وتعالى فتجد في هم يغتر بصحته يغتر بعافيته مع أن صحته وعافيته قد تكون نقمة عليه وهم له لأن أقل مرض يصيبه يغتم يجعل لأن الدنيا كلها هي حياته الدنيا كلها همة فإذا ما أصاب مرض سبحان الله تجد من أشد الناس الذي يصيبهم غم وهم بخلاف من يكون هم الآخرة لو أصاب مرض يقول هذه ما في مشكلة هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى من يكون هم الدنيا تجد يلتجئ إلى غير الله ولا يتعلق بالله لا يتعلق بالأسباب رب الأسباب وإنما يتعلق بالأسباب فقط تجد يبذل يحاول ونسي الله سبحانه وتعالى لكن من يتصف بهم الآخرة أول ما يلتجئ يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى كذلك من صفات من يتعلق ويكون هم الدنيا أنه يجزع عند أقل مصيبة يجزع عند أقل آه عارض يجزع عند أدنى شيء يصادفه في هذه الحياة الدنيا لو أخطأ خطأ بسيط في تجارته تقوم الدنيا وما تقعد لو أنه خسر شيء بسيط كذلك فتجد هذا الشخص يجزع بأشد الجزع عندما تصيب ادنى مصيبه والنبي صلى الله عليه واله وسلم عندما يذكر عندما تصيبك انت ايها الانسان مصيبه تذكر الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، هذا منه هذا الذي يكون قلبه وهمه متعلق بالله سبحانه وتعالى ولم يكن همه هم الدنيا ولذلك نسال الله عز وجل ان يجعل همومنا للاخره ولا يجعلها للدنيا لان الانسان بهمه للآخرة يقوى كذلك من صفات من يكون هم الدنيا يغضب لغير الله سبحانه وتعالى وهذه صفة واضحة ليش؟ لأن اللي زعل مو انتهاك حرمات الآخرة حرمات الله اللي زعل مو التقاعس عن أمور الآخرة اللي زعل الأمور الدنيوية فيغضب لغير الله الدنيا سبحان الله الله عز وجل جعلها لك متاع تستفيد منها تنتقل بها تعبر بها إلى الآخرة لا تكون هي محط الاهتمام ومحط النظر فإذا ما اعتدي على دنيا غضب وإذا ما تعدى إنسان على جزء بسيط من ممتلكاته غضب فيغضب لغير الله سبحانه وتعالى كذلك من يعني صفات هؤلاء الذين كانت همهم, همهم الآخرة أنه قليل ما يتاثر قليل ما يتاثر بالمواعظ قليل ما يتاثر بالنصائح قليل ما يتاثر بالتوجيهات لماذا لانه قد انشغل في الدنيا وانغمس فيها وكان همه الدنيا ولم يكن همه الاخره فنسال الله عز وجل ان يجعل همومنا للاخره ان يجعل الله عز وجل يجمع لنا شملنا ويجعل غنانا في قلبنا وأن تأتينا الدنيا وهي راغمة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته